هذا جزء مهم انك تهتم بالاجنده الفلاحي لبلادنا بل على الصعيد الدولي لانه اصبح واحد الحدث. كنتسناو اكثر من 800,000 زائر وكذلك 200,400 ولا 1,500 عارض يعني على الصعيد يعني الإجمالي واللي فيها مغاربة فيها عارضين يعني أجانب وغادي تكون عندنا أنشطة موازية وخصوصا التنظيم ديال المناظرة الفلاحة اللي غادي تعود حتى هي من بعد هاد الغياب ديال 3 سنوات وغادي تكون على نفس الموضوع وتجمع خبراء وفاعلين ومختصين في الميدان الغذائي وفي الميدان الفلاحي وغادي يكون نقاش حول المعادلة كيفاش يمكننا في هاد التغيرات المناخية واللي هي جد صعبة لأن هي مطولة وغادي نوصلوا باش يعني ننتجوا أكثر بأقل ما يمكن من استعمال الموارد وخصوصا الموارد المائية لأن هذا هو التحدي اللي عندنا في المستقبل وهذا الشيء راه غادي يجيب لاستعمال التكنولوجيات المواتية واستعمال الأنظمة الفلاحية والإنتاج ديال الأصناف اللي متأقلمة وغادي يجي كذلك بفضل يعني الدعم والتنمية البشرية لأن هذا هو خصنا الفلاح ديال الغد اللي غادي يتأقلم مع هذا الشيء خصنا الإمكانيات وخصنا التنمية ديالو ونوضعوه في قلب المعادلة ديال تدخل ديالنا. سيد الوزير إفريقيا هل سيكون لها الاهتمام؟ إفريقيا عندها واحد الحضور جد مهم وحضور وازن من خلال العارضين ديالها ولكن من خلال كذلك الحضور ديال المسؤولين والوزراء ديال عدة يعني بلدان أفريقيا فالتعاون جنوب جنوب هو واحد المكون جد مهم من هذا المعرض لا فيما يخص التعاون التقني ولكن حتى التعاون الاقتصادي اللي هو الهدف الأسمى واللي بلادنا الحمد لله قطعت واحد أشواط كبرى عندنا فاعلين موجودين على الصعيد الإفريقي وعندنا المنتوجات ديالنا اليوم اللي كتصدر لعدة بلدان أفريقيا. Ça كان بلاغ من طرف وزارة الفلاحة وأيضا الجمعية ديال الملتقى الدولي للفلاحة لإلغاء الدورة 15 على ود يعني الوباء وكان هذا هو يعني انطلاقة ديال الوباء في بلادنا دونك من بعد هذا 3 سنين دابا اليوم الحمد لله الظروف ملائمه بالنسبه لهذا التنظيم ديال هذا الملتقى وهاد 3 سنين بينات بان الشركاء كلهم عندهم واحد الطموح جد مهم باش يحضروا ويحضروا بكثافه في هاد الدوره 15 لا على الصعيد ديال الممولين لا اللي كنشكر بهذه المناسبه لا بالنسبه للعارضين وكنترجاو ان شاء الله باش يكون موسم فلاحي هذا العام وغيتنا سيدي ربي بالشتاء باش يجيو الزوار بكثافه وهذا الملتقى اللي جاي من بعد هذا الظرف ديال الوباء غيعرف مستجدات جد مهمه حيث حتى الكيفيه ديال الانتاج ولا الكيفيه ديال الاستهلاك من بعد الوباء يعني تغيرات وهذا الشيء غيطلب منا باش نحاولوا ما امكن نفتحوا واحد الحوار من خلال الندوات يعني كاين حوالي 30 ندوه اللي كننظموا بهذه المناسبه وهذه الندوات غتجعلنا نهضروا اولا على المحور الرئيسي ديال هذه الدوره اللي هو من أجل سيادة غذائية مستدامة وثانيا كاين كل ما كيتعلق بال يعني تغيرات المناخ بصفة عامة وما هي العلاقة ما بين هذه التغيرات المناخ والفلاحة بصفة عامة كنتسناو ما بين 1,400 و 1,500 عارض.
هذا العام، حيث حتى هذه الثلاث سنين يعني خلات الناس مشوقين دابا باش يعاود يدخلوا في البرنامج ديال الدوره 15. ضيف الشرف هو الضيف الشرف اللي كان عندنا في 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 الدوره اللي تلغات، اللي هو اللي هي بريطانيا، وحيث كاين اتفاقيات اللي خصها توقع من خلال هاد الدوره. كاين اتفاقيات غتوقع ان شاء الله مع هذا مع وزاره الفلاحه ومع دول اخرى بالنسبه لهذا الاطار تاع هذا في اطار التعاون. في الدوره 14 كانت توقعت تقريبا 41 اتفاقيه، كانت 30 ندوه فحال اللي قلت لكم، 1365 عارض اللي كانوا جاوا، وكنا استضفنا 58 ألف زائر. دونك هذا الاقبال الجماهيري الوطني، الاقبال ايضا الدولي، كيعطينا واحد المسؤوليه اللي هي جد مهمه بالنسبه للتنظيم ديال هذا الملتقى. وحنا ان شاء الله متفائلين، جد متفائلين، نطلبوا من الله باش حتى بالنسبه الغيت يغيتنا سيدي ربي بالماء وبالشتاء، ويكون موسم فلاحي اللي يكون جيد، وتكون ان شاء الله واحد الدوره من احسن دورات اللي غتعرفها الملتقى الدولي للفلاحه بمكناس.